هاني أباظة، النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب. أهلا بيك. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا أستاذ هاني. أهلا وسهلا. النهاردة يعني سارت إشاعات من الظهر بأنه وزير التربية والتعليم التقى رئيس الوزراء، وأنه ده كان على خلفية طبعا تسريبات الثانوية العامة، وأنه دي كانت يعني مرحلة لما قبل الاستقالة أو الإقالة. وبعدين بعد كده قيل انه ما تمش اي اقاله ليه ولا هو استقال، والموضوع يعني لازال مستمر، وهو نفسه قال احنا شفافين مع المجتمع وبنقول تمام. هو انا عايز اقول حاجه، هو الموضوع مش موضوع استقاله وزير، لا طبعا الموضوع او اقاله وزير اسهل ما يمكن الكلام. طيب ده الموضوع، أمال الموضوع كده احنا. طب الموضوع ايه حضرتك قول لي؟ الموضوع احنا امام منظومه خاربه، ورث سيء جدا جدا، وامام اهمال شديد موجود داخل الوزاره، مش من الوزير، من كل عناصر المنظومه سيئه، كل قيادات الوزاره قيادات لا تصلح ان تكون داخل ديوان عمل الوزاره. الذين المنظومه اللي هي بتتداول الامتحان منظومه خاربه، الوزير من اول الوزير وانت لسه لغايه احدث واحد موجود. اذا احنا امام منظومه يعني كلها مهلهله، فالتعامل معاها النهارده مش خالص وزير، خالص وزير، وبعدين هجيب مين يدير الوزاره الفتره اللي جايه؟ احنا همنا دلوقتي اولا قرار التاجيل الامتحان قرار مظبوط، وده بيحقق لنا العداله وتكافل الفرص. لما اكتشفنا ان الامتحان تم تسريبه فقرار الوزاره في هذا الموضوع قرار جيد، ولكن احنا باعتين للاستاذ رئيس الوزراء استدعاء هيجي لنا ويقيم الموقف بالظبط قدامنا، ونخرج بكل الحقائق امام الراي العام، وما هي الاجراءات التي هيتخذها في المدى القصير للانتهاء من باقي المواد التي الباقيه او المتبقيه في امتحان الثانويه العامه.